المعهد العالمي للدراسات الرصينة والرزينة هو برنامج تدريب على الأداء في بيروت لتنمية مواهب الفنانين والخبراء وإرسالهم لاستعمال مهاراتهم للانخراط مع المجتمعات. أوكي من الآخر، الفنانين اللي رح نختارهم رح يشاركوا ببرنامج لمدة 7 أشهر. أول جزء عبارة عن دورة مكثفة حول تقنيات الفن التشاركي: تهريج، الأقنعة، الدمى، الحكاوات والمسرح، مع أساتذة محترفين من إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا ولبنان. أما الجزء الثاني فهو تحويل هالمهارات لعروض شارع مع عدة مجتمعات حول لبنان. السنة الأولى بالمعهد بتمتد من أيلول 2019 لنيسان 2020. السنة الأولى من دون أي تكلفة. مهلة تقديم الطلبات بتنتهي ب 15 تموز. طلبات المتأهلة تندعى لتجارب الأداء. المشروع هو لكلاون مي إن، ممول من دروسوس.